المتاجرة بالدين لا أحصرها في الأشخاص فقط، تحصل من الأشخاص يتاجرون بدين الله عز وجل، تحصل من قنوات تسوق لنفسها على حساب الدين، تدخل فيها كل وسائل التواصل، البرامج، كل نوع يتاجر به على حساب دين الله عز وجل. فليعلم أنه من أخطر الأبواب الذي به يهدم الإسلام في هذا الزمن من حيث لا يشعر أهل الإسلام. والمتاجرة بالدين لا تحصر بالأموال، تحصل الأموال عن طريق الدين والمتاجرة به، تحصيل الشهرة، تحصيل ما يسمى بالتسويق الإعلامي حتى يكثر المتابعون والمشاهدون من أجل أن يسوق لأهل الدنيا ما يريدون، وذلك على حساب الدين. التجارة من أجل أي حظ من حظوظ الدنيا عن طريق الدين هو يهدم الدين. فليحذر المسلمون من هؤلاء من تجار الدين. يقال أناشيد إسلامية في مثل هذا الزمن فتحت الأبواب من الشرور على الأمة. الآن يقولون رقصات إسلامية، الرقص هذا ليس من دين الله، هذا من دين الصوفية. يقولون الآن هذه رقصة إسلامية، أليس هذا انتكاساً للقلب؟ نسأل الله السلامة والعافية. والأمثلة في مثل هذا الأمر كثيرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، قال: فإن هؤلاء يأتون ببدع. ما يجري الآن من المتاجرة بالدين ليس من شرع الله عز وجل. يقول: يأتون ببدع ويقولون لعامة الناس هذا هو دين الله. قال: وكذبوا، هذا كذب وافتراء على الله عز وجل. قال: فإن كتموا مع ذلك الحق فقد ضاهوا وشابهوا أهل الكتاب. هذه هي طريقة هؤلاء وحال هؤلاء، فيجب الحذر منهم. لكن ما الوصية لأهل العلم الذين هم حريصون على نشر العلم وعلى الخير، وهم يرون أن هؤلاء يسكنون البيوت الواسعة أو القصور، وعندهم الأموال الطائلة، وعندهم من السيارات الفارهة، وعندهم من متع الدنيا؟ ما الوصية لهم؟ الوصية لهم، قالها ابن القيم رحمه الله، سبحان الله، علم السلف لأنه مستقى من الكتاب والسنة صالح لكل زمن. يقول رحمه الله: وأما الذين اتقوا فإنهم لا يقدمون على الآخرة شيئا. قال: فلا يحملنهم حب الدنيا وحب الرياسة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وإنما ما الطريق لهذا الأمر؟ الأمر صعب، لأن بعض من هو على خير وعلى علم قد تكون الأمور لديه بها ضوائق من الدنيا، ومع ذلك يرى هؤلاء. قال: ما السبيل؟ ما السبيل حتى تثبت؟ إن ثبتك الله. قال: ما السبيل؟ قال: السبيل أن يتمسكوا بالكتاب وبالسنة، ويستعينوا بالصلاة وبالصبر، وأن يتذكروا الدنيا وزوالها وخستها وإدبارها، وأن يتذكروا الآخرة وبقاءها وإقبالها. قلت: من أين أخذ هذا الكلام؟ تأمل معي الكلام في كتاب الله عز وجل. لما ذكر تجار الدين
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ ما الذي بعدها؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الحق وأن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه، وعلى أولئك أن يتقوا الله عز وجل حتى لا يغشوا الأمة وحتى لا يخونوا الله ولا يخونوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخونوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها.